زار الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى مرة عنيزة، وكان يكثر من زيارتها. وبينما كان حاضرا مع بعض وجهاء ورجال عنيزة، كان أحد الحضور المشهورين في عنيزة، كانت زوجته حاملا، فسأله رجل: ليه جاك ولد شو تسميه؟ قال: موضي. فأثنى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى على موضي. من هذه موضي؟ هي موضي بنت عبد الله البسام المتوفى في سنة 1944. في سنة 1902 أصاب عنيزة ضرر كبير من جراء الأمطار، وتهدمت بيوت كثيرة، فقامت العمة موضي البسام رحمها الله بمساعدة المتضررين. قالوا لهذا الرجل اللي قال لا جاك ولا تسمى موضي: روح للعمة موضي. قال: شو أنا قابلها؟ شو أنا واجهها؟ أنا كنت ممن نهب بيتها لما نكبت أسرة البسام، لما دخل الملك عبد العزيز عنيزة، ما لي وجه قابل العمة موضي. قالوا له العمة موضي طيبة وتسامح، وإن شاء الله بتغفر لك وبتساعدك. بالفعل توجه هذا الرجل إلى العمة موضي، وطق عليها الباب، وطلع واحد من أهل البيت وقال: قولوا للعمة موضي فلان بالباب، لا تغطى، أنا اللي بتغطى عقب اللي سويته. وبالفعل قابل العمة موضي، ولما رأته ورأت حاجته وقالت: روح المزرعة الفلانية وتلقى فيها الخشب اللي تبيه وسعف النخل اللي تبيه والحاجة اللي تبيها عندي. فكانت رحمها الله غاية في البر والإحسان والمسامحة. سنة 1909 تعرف في نجد بسنة الجوع. اجتاح نجدا جوع عظيم، تضررت الكثير من الأسر، فقامت العمة موضي رحمها الله بمساعدة الفقراء والمساكين، منهم من كانت تعطيه بشكل مستمر، ومنهم من كانت تعطيه مساعدات مقطوعة، فعرفت بأم المساكين. وبعدها بعشر سنوات، سنة 1919، اجتاح نجدا داء الكوليرا، فقامت بمساعدة المرضى وتكفين الموتى رحمها الله. وفي سنة 1901 هزم الكويتيون أمام بالرشيد في معركة الصريف التي تقع بالقرب من القصيم، أو هي جزء من القصيم، فقام بالرشيد وجيشه بتتبع الكويتيين، فدخل الكويتيون في عنيزة، فقامت العمة موضي البسام وآوتهم في دارها سرا، وفي هذا تعرض لمخاطرة عظيمة. لكن العمة موضي عن 1000 رجل، ما بقول إذا جاك ولد سمى موضي، أقول لي جتك بنت سمى موضي، وعلى موضي البسام.